عليكم. انا بنت عمه الطفله خديجه. مات هذه 4 ايام ديال الطفله خديجه اللي تقتلات من طرف الام ديالها. يعني هي ما كانتش قاصده تقتلها، راه هذيك ام ديالها وكتبغيها، وما نساوش انها كانت كتكسيها وكانت كتخدم عليها وكانت كتبغيها، ما خصهاش نساو هذه المساله. يعني فات فيها الدقه مسكينه، وصل الاجل ديالها، يعني ما كانت غادي تزيد عليه دقيقه، يعني مكتب الله كيتصرف، وكانت منهم القضاء يخفوا عليها، لان حتى هي راه ما قاصداش انها تقتل، واش كاينه شي وحده تقتل الطفله ديالها. وفين هي دابا؟ شويه عصبيه، هي مسكينه دابا في الطب ديال الحماق في مولاي اسماعيل. وحامله؟ حامله، عندها وقيلا شهرين، هادشي اللي كيقول الزوج ديالها. وكذلك الطبيبه قالك غادي يديروا لها التحاليل باش يتاكدوا من الخبر ديال الحمل ديالها. داكوغ، شكرا.